سنتان مرت على تدشين بيت الصحافة بمدينة طنجة. الذكرى الثانية كانت مناسبة لتنظيم معرض للصور يضم وثائق هامة من الصفحات الأولى للجرائد الورقية الصادرة بمدينة طنجة قبل فترة الحماية إلى غاية استقلال المغرب. بيت الصحافة أصبح شرفة المغرب الإعلامية، شرفة متوسطية، لأنه كيجلب من أجل السجال، من أجل النقاش، كثير شخصيات دبلوماسية، إعلامية، سياسية، فنية، ثقافية، من أجل التباحث في قضايا كونية عالمية، ولكن في قضايا تهم المهنة ديال الإعلام أساسا، وكذلك الخيار الثقافي والفكري. الاحتفال بالذكرى الثانية لبيت الصحافة شكل مناسبة لمناقشة موضوع الإعلام الوطني وأسئلة الإصلاح. الندوة التي عرفت حضور لفيف من الإعلاميين والأكاديميين المغاربة تطرقت لواقع مهنة الصحافة بالمغرب وكيفية النهوض بأوضاع الصحفيين. الندوة تناولت أيضا المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد المتعلق بالصحافة والنشر. المناسبة تتزامن مع انطلاق مناقشة قانون الصحافة والنشر في مجلس النواب الاثنين المقبل، إصلاح أدى إلى إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر، أدى إلى أيضا إصلاح القانون الجنائي، وأدى أيضا إلى إقرار حماية قضائية لممارسة الصحافة على مستوى حرية النشر، على مستوى التوقيف أو الحجب المواقع الإلكترونية، أدى أيضا إلى الاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية. بالنسبة لإصلاح الإعلام الوطني هذا شيء مهم جدا، وقد سار فيه المغرب خطوات، وتطرح على المغرب جملة من الجوانب الأساسية من إصلاح الجانب القانوني، وهناك ورشة في هذا الاتجاه. هناك الجانب المرتبط كذلك بالتدبير المقاولاتي وبالنموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية، وهذا شيء مهم جدا. هناك كذلك الجوانب الأخرى المرتبطة باللغة مثلا، وكيفية استعمال لغة القرب وفيما يرتبط بصحافة القرب عامة. الإعلاميون خلال هذه الندوة أشادوا بالمكتسبات التي جاء بها قانون الصحافة الجديد، مكتسبات من ضمنها إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، بالإضافة إلى تمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوة.